السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وفيديو خياطة بتاع البلوزة للأوزان الكبيرة. فيلا مع بعض نبتدي الخياطة. ده الكم بتاعنا، نركنه دلوقتي. البلوزة اهي، أنا بس كل اللي هعمله إن أنا محتاجة أعمل لها سجاف للرقبة. سجاف للرقبة من القصاقيص اللي أنا طلعتها اهي، تمام، من نفس الشكل بتاعها. السجاف ده حاجة سهلة جدا، ناخد واحدة واحدة كده ونعمل لها السجاف الخاص بيها، تمام. طيب اهو خد الجزء ده كده طبقه، وباخد الرقبة، هاخد الرقبة الأمامية الأول علشان الخلفية على هعمل لها بيه. وكمان لو عايزين تركبوا بيه بالمرة بيكون اسهل بكتير طبعا من موضوع السجاف ده خالص، تمام. بس لو انت عايزة تعملي السجاف بتعمليه بالشكل ده كده اهو، بترسمي نفس الرقبة وبتاخدي 7 سنتي بس من الكتف وبتنزلي بدوران وبتعملي السجاف بتاعك. ولو عايزة تعملي شريط اهو هيبقى طبعا الشريط برضو بيدي شكل حلو. هنطلع شريط من هنا اهو جاهز اهو معايا، اللي انا هلف بيه الرقبة، تمام، وهيبقى شكلها حلو جدا ان شاء الله اهو، لا ورد ولا اي حاجة، مجرد شريط، تمام. تعالوا مع بعض عشان نخيط. انا هنا باخد الاكتاف، مع بعض اهو، الكتف مع الكتف، اتخلصي من الخيوط اول باول. وتابعوا معايا فيديو البطانة ما لزقتهاش عشان انا عايزة اعمل بطانة تناسب كل الحاجات الشيفون. انا كده بس خدت الاكتاف مع بعض، تمام. تعالوا هنا للكم، باخد 2 اهو، وبخيط كده حوالي 10 سنتي او 12 سنتي بس من الكم اهو، عشان انا عايزة اسيب الكم، يعني ممكن حتى 13 سنتي مش مشكلة، انت اللي بتحددي المسافة اللي انت بتخيطيها، تمام. انا بس كده خيطت الجزء ده كده اهو، اللي انا عايزة اعمله في الكم هو ده، شايفين ان ده كده يكون على الكتف مفتوح، باين منه الجزء الابيض او الاسود اللي انت هتلبسيه اهو، شايفين ده كده الجزء العالي من الكم وده تحت الابيض، تمام، وده بيكون الكم. عشان اعمل الحكاية دي اهو باخد الجزء ده واخيطه قد الجزء اللي انا خيطته هنا، تمام. تمام كده، طيب انا كده خدت جزء خيطه، تمام. بفتح كده الكم واتني الجانبين دول، هاتني الجانبين دول كده تانيتين فوق بعض صغيرين اهو، شكلهم حلو قوي في اللبس، الشكل ده كده الشيفون حلو قوي قوي في اللبس، تمام. مكان صناعي مفيش اي مشكله في خياطه الشيفون خالص، ابره واحده ما بغيرهاش في اي حاجه، بس ما اعرفش في المكان الصغير الامور بتبقى ازاي. على العموم لو هي ما مشيتش معاكي في المكان الصغير بتروحي تجيبي ابره خاصه بالحراير والاقمشه الناعمه اهو، المكنه بتاعتي اسمها صنصير علشان الناس بس اللي بتسأل دايما اهو، تمام. طيب وباخد الجزء الاسفل ده اهو من الكم برضو بشبكه
حوالي 3 سنتي او 3 قراريط اهو، وما دول برضو بشبكهم مع بعض. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ لازم اتني الكم دلوقتي، لازم اتني الكم دلوقتي. تنيتين برضو صغيرين اهو، كده خلصت الكم اللي هو هيعتبر اهم حاجه في البلوزه ده. الخطوه دي هي الخطوه بتاعت تركيب الكم في البلوزه. انا بفرد البلوزه بتاعتي اهي عشان هي شيفون بس بتجري مني، مش عايزه تثبت في حته، شايفين برضو بتجري. تمام. طيب بفرد الكم اللي انا عملته اللي اصلا فيه خياطه، والخياطه دي لازم تكون هنا على الكتف، لازم تكون على الكتف. تمام. وبتدبسي الكم، الكم اهو مظبوط، شايفين نفس القياس اهو قدامكم، الكم مظبوط. ونفس الحكايه الناحيه التانية، يعني انا هشتغل وانا مستريحه من اول الكتف اهو، شايفين، والخياطة على الخياطة، يعني هشتغل وانا مستريحه من الاول. طيب انا بقفل الكم بالشكل ده اهو، بقفله وافضل اخيط لغايه ما اوصل للابط بالشكل ده كده، واكمل لاخر البلوزه اهو. بلوزه شيفون يمكن تكلفك يعني 80 جنيه، بس لو حبيتي تشتري بلوزه بالمواصفات دي مش اقل من 350 400 جنيه يعني، وهي شيفون كده. تمام. وموضوع بقى وحدوته عشان تجيبي بلوزه تكون مظبوطه مناسبه ليك اهو، ما خدتش وقت، هو وقت الخياطه معاك ووقت القص كله 20 دقيقه بالظبط، وقسمتهم على فيديوهين علشان تقدروا تستوعبوا الموضوع بسهوله. انا مش فاضل معايا حاجه غير اني اشطب بس الرقبه واتني الاسفل وخلاص، البلوزه خلصت، وهنعمل البطانه اللي نقدر نلبسها على كل الحاجات الشيفون. بس تابعونا عشان يوصلكم الاشعارات بالفيديو. خلاص طلع موضوع، باخد شريط الاول، باخد شريط الاول في فتحه السبعه اللي انا عملتها في الظهر، فتحه السبعه اللي انا عملتها في الظهر اهو، نركز بس في النقطه دي، بعتبرها من اسهل الحاجات اللي بتتعمل عشان ما يعني ما تتعبكيش في سوسته ولا في زراير ولا في اي حاجه اهو. تمام. نوضح بس الجزء ده كده يا عبد الرحمن اهو. ده كده الشريط اللي انا عملته. طيب هعمل له تفتيح علشان يريح في الخياطة اهو، قبل الخياطة كده اللون المنقط ده طالع موضة بكل الوانه. تمام. فلما اجي اقلبها كده الاقيها مستريحة. تمام. طيب عشان اقلبها اهي، بقلبها مرتين، مرة كده عشان ادال الشباشيب واخدها اهي، سهلة يعني. لو عايزة تتمرني عليها اعملي كده سبعة في حتة قماشة عادية وانتي قاعدة، هتتمرني عليها وتطلع نتيجة ممتازة. خلص من الخيوط اهي. تمام. دي كده فتحة الظهر. طيب اللي باقي ده سهل، شريط واحد هلفه على كل دوران الرقبة، شريط واحد هلفه على كل دوران الرقبة، وهطلع جزء كده علشان الرباط اهو، كأنه بيه بالظبط. انا ما تفرقش معايا من الوش او الظهر، لان في كل الحالات هقلبها قلبة تكون نظيفة وما يكونش شكلها وحش، فانا مش هتفرق معايا خالص اهي. شايفين؟ تمام اهو.
عبد الرحمن رجع للتصوير بعد ما خف الحمد لله. ده اول فيديو ليه النهاردة، بقاله اكتر من 10 ايام نايم، بس حبيبة مشكورة برضو، اثبتت ان هي بتصور حلو عشان بس ايه بتزعل. اهو تمام. طيب باجي اقلب بقى الشريط من اول هنا، يعني انا عايزة اركز بس في الجزء ده اهو، ده اول طرف الشريط بقلبه كده، وده كده معايا باخده من الاول. طيب كده توضيح احسن من هنا اهو، شايفين كده؟ الشيفون، وانا بحاول بس اظبط واصور في نفس الوقت اهو كده، اخد من الاول، شايفين كده الجزء ده؟ طيب اروح قلباه على الرقبة، عشان كده قلت لكم مش مهم من الظهر او من الامام، هتديكي نتيجه حلوه لو اهتميتي كده وخدتيها واحده واحده. اهي شايفين البلوزه اهي، شايفين الوسع قد ايه؟ اهي مترين، والوسع ما شاء الله، الطول كمان للناس اللي بتحب الحاجات الطويله اهي تمام. الكم بتاعها طبعا لما يتلبس حاجه بادي، الجزء ده كله كده هيبقى البادي بس هو اللي باين اهو. لو انت حابه تشبكيها من هنا وتسيبي كله مكشوف مفيش اي مشكله، دي بتاعتك انت، انت اللي بتختاري تمام. الظهر رباط اهو بيريح تمام، شايفين الوسع، بلوزه بسيطه وخفيفه، وانتظروا معايا البطانه، شايفين وسعها قد ايه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم تعملوا لايك، لو ما عجبكوش اعملوا لايك تحت برضه. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.